الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الصدقة الخبز في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل جل عنا كل خير. أشار الإمام ابن سيرين طيب الله ثراه أن التصدق بالخبز في المنام يحمل دلالات عديدة، حيث أنه في حال رأى الحال ما التصدق بالخبز في المنام على من يستحق دليل للوعظ والنصح والله أعلم، بينما في حال رأى التصدق بالخبز على من لا يستحق فإنه قد يكون والله أعلم علامة على الأجر الذي يناله والله أعلم. كما أن هناك احتمال أنه يدل أن الأشخاص الذين نالوا الخبز دون استحقاق قد يكون لهم حظا بسبب أخذوا ما ليس لهم من حقوقهم والله أعلى وأعلم. في حال رأى الرجل المتزوج أنه يشرب من ماء الصدقة يدل ذلك على الخير، كما أن رؤية المرأة المتزوجة أنها تشرب من الماء من الصدقة في المنام قد يشير إلى رعاية الزوجة لأسرة والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء أن شخصا يجعلها تشرب من ماء الصدقة في المنام قد يشير إلى اقتراب زواجها إن شاء الله. أشار علماء التفسير أن التبرع بالأموال الورقية يحمل معاني ودلالات طيبة، في حال رأى أن التبرع بالنقود المعدنية في المنام قد لا يحمل على العلامة ذاتها والله أعلم، حيث قد يدل التبرع بالنقود المعدنية أن الشخص قد يتعرض لبعض الأزمات، بحيث قد والله أعلم يحتمل أن تكون إشارة إلى الإفلاس أو خسارة الأموال والله أعلى وأعلم. يعني الرؤية وحشة جدا يا أخوانا للأسف. أشار العلماء أن التصدق بالمال في المنام بشكل عام قد يشير إلى الخير، حيث إذا رأى الحالم أنه يتصدق بالمال في المنام يدل ذلك على الرزق الذي يناله صاحب الرؤيا والله أعلم. يحتمل أن تكون إشارة إلى تحقيق المكاسب المالية في العمل في الفترة المقبلة إن شاء الله. كذلك والله أعلم يحمل معاني الخير والحظ الجيد للشخص الرائي. في حال رأى الحالم أنه يأخذ الصدقة في المنام فإن ذلك قد يشير إلى شخصيته الاجتماعية والله أعلم. لذلك فإن أكل طعام الصدقة يحمل دلالات طيبة للشخص الحالم والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.